طبعا مشوار الاهلي في الكاس مصر حتى الان ومشوار نادي الجيش. ونرجع برضو في اي توقف نقول لكم البطولات بتاعه كل فرقتين. مشوار النادي الاهلي في دور ال 32 فاز على الشرقيه 3-0 ومشوار وفاز على عفوا ده مشوار طلائع الجيش فاز على في الدور 32 على الشرقيه 3-0 وفي دور 16 3-0 على الزهور ودور الثمانيه 3-1 على سموحه ودور الاربعه 3-0 على سبورتنج. اما مشوار الاهلي ففاز على في دور 32 3-0 على ديلفي دور 16 3-0 على بتروجيت دور الثمانيه 3-0 على القناه ودور الاربعه 3-0 على نادي الشمس. اي توقف ان شاء الله نقول لحضراتكم بطولات الفرقتين. هنبدا على بركه الله لقاء كابتن وليد الخشن حكم اول وكابتن علي جوهر الحكم الثاني ومراقب الخطوط هيثم المراكبي ومحمد مسعود واحمد علاء ورامي شاهين ومراقب المباراه كابتن مجدي حافظ والمسجل كابتن محمود شهدي. ومسجل المباراة كابتن محمود نجدي ومساعد منا حسن وهنتابع لقاء لإرسال مع نادي طلائع الجيش مع اللاعب المحترف توماس كازاب معد فريق نادي الجيش في هذا اللقاء محترف مجري من المجر. بداية إن شاء الله على خير. إرسال مع توماس إشارة البدء من الكابتن وليد الخشن. إرسال سبايك من أعلى استقبال جيد من أحمد. أحمد صلاح وتعدي الكرة لكن تخبط فيه تاني مرة تانية. تعدي الكرة من عمر نجيب تاني كرة مع نادي الأهلي محمد عبد المنعم قوية حلوة حلوة أول كرة للنادي الأهلي تيجي في إيد عبد الهادي محمود ليبرو الفريق النادي طلائع الجيش وتخرج خارج الملعب ونقطة لصالح النادي الأهلي 1-0 والإرسال مع عبد الله عبد السلام كابتن فريق النادي الأهلي أو كابتن الشوط. عبد الله 35 سنة عبد الله ما شاء الله استقبال جيد من درونكا إعداد في مركز أربعة وحلوة قوية ولكن برافو محمد عصام معوض مرة تانية على عمر نجيب حائط صد جيد جدا من محمد عبد المنعم والنقطة التانية لصالح نادي الجيش 2-0. مباراة تبقى هنشوفها قوية ونتمناها قوية 2-0. عبد الله سال سبايك ولكن خارج الملعب 1-2. رسال لعمر نجيب تايسون لاعب نادي طلائع الجيش رقم 14 ولاعب منتخب مصر عمر رسال قوي ولكن برضه خارج الملعب 3-1. ينتقل رسالة لمحمد عبد المنعم الحمد لله كان عنده اصابه الموسم الماضي لكن كويس جدا كان عنده رباط صليبي من اللعيبه الجيدين جدا محمد عبد المنعم كان في نادي الزمالك. محمد عبد المنعم ارسال استقبال جيد اعداد مره ثانيه في مركز اثنين قويه في اتحاد صد لكن برافو محمد عبد المنعم كفر حلو قوي ويطلع يحطها سهله احمد عبد العال ثاني جوه الملعب جوه الملعب من رشاد شبل كابتن فريق نادي طلائع الجيش و2-3 بدون حائط صد ارسال ينتقل لرشاد شبل ياخذ النقطه والارسال. رشاد بيلعب من الجانب الايسر من اللعيبه الممتازه رشاد شبل من صغره من ايام ما كان في الناشئين استقبال جيد من احمد عبد العال تاني كره مع نادي طلائع الجيش توماس خارج الملعب جوه الملعب حكم مراقب الخط قال ان هي جوه الملعب نقطه من اللاعب رقم 3 ممدوح رؤوف 3-3 المباراه هتبقى قويه جدا مش عارفين مين اللي هيكسب لحد اخر وقت الا اذا حصل في الامور امور
رشاد شيب. استقبال جيد، تطلع محمد عبد المنعم مره ثانيه، شوطه قويه في حائط الصد ثاني. عمر نجيب توماس حلوه ولكن خارج الملعب من اللاعب رقم 10 لنادي طلائع الجيش احمد جلال. عبد الحليم في الشبكه وتعدي ونقطة مباشرة من الإرسال. هارد لك يا عبد الرؤوف، ممدوح عبد الرؤوف، هارد لك. عبد الحليم مرة ثانية خارج الملعب المرة دي، وأربعة خمسة. الإرسال ينتقل إلى أحمد جلال اللاعب رقم أربعة. محمد جمال شبه أحمد جلال، محمد جمال سال قوي، استقبال محمد عبد المنعم، عبد الله إعداد في مركز أربعة، أحمد سعيد قوية في حائط الصد ولسه في الملعب لسه، ولكن هارد لك، هارد لك على نادي الجيش. عمل تراي حلو قوي ليبرو الفريق رقم ستة لنادي طلائع الجيش اللاعب عبد الهادي محمود. خبط في الكرة اللي فاتت أحمد جلال ولكن خبطات يعني بتعدي ما فيش مشاكل. إرسال ما زال مع محمد جمال أو اتنقل لي أحمد صلاح. أحمد إرسال قوي، استقبال من درونكا خارج الملعب ونقطة مباشرة من إرسال لصالح نادي الأهلي. 7-4 أحمد صلاح من أفضل ضاربي الإرسال في العالم. الشوط الأول نهائي كأس مصر 2018-2019 الأهلي وطلائع الجيش. 7-4 للنادي الأهلي الشوط الأول. أحمد صلاح إرسال قوي وبرضه عمر نجيب ما تطلعش، ونقطة تانية مباشرة من إرسال لأحمد صلاح، والنتيجة 8-4 والتكنيكال تايم أوت الأول في هذا الشوط لصالح نادي الأهلي. بطولات النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم، هنقول لكم البطولات. الأهلي 13 بطولة أفريقية حتى الآن من سنة 80 حتى سنة 2018. الدوري 29 لقب من 68 حتى 2018. كاس مصر 17 لقب من 87 حتى 2014. ابطال الكاس الافريقي 6 مرات من 90 حتى 2000، والبطوله العربيه 6 من 87 حتى 20. احمد صلاح ما زال على الارسال. أحمد صلاح 8-4 شوط أول نهائي كأس مصر، نهائي مكرر. سال سال عمر نجيب، عبد الله، ولكن كرة محمولة في شبكة على ممدوح عبد المنعم، والنتيجة 9-4. أحمد إرسال إرسال قوي من أحمد. عمر نجيب توماس، كرة سريعة حلوة في مركز أربعة قوية من أحمد جلال في إضحاط الصد وما يلحقهاش محمد عصام معوض ليبرو فريق النادي الأهلي. وخمسة تسعة أحمد جلال.
استقبال من محمد عبد المنعم عبد الله، احمد صلاح من المنطقه الخلفيه، حلوه حلوه حلوه، كره قويه جدا من احمد صلاح تيجي في ايد احمد جلال تخرج خارج الملعب، والنتيجه 10-5. احمد سعيد ارسال، دبل سكور في الشوط الاول، احمد سعيد لاعب النادي الاهلي رقم 18 على الارسال، ونقطة مباشرة ثالثة من الإرسال للنادي الأهلي أحمد سعيد، كرتين لأحمد صلاح وكرة لأحمد سعيد، نقطة مباشرة من الإرسال إيس، والنتيجة 11-5. وقت مستقطع يطلبه الكابتن إبراهيم فخر الدين، طبعا الفارق اتسع لست نقاط. وقت المستقطع 30 ثانية اللي بيطلبه مدير فني، كل مدير فني ليه 2 وقت مستقطع في كل شوط. اما التكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني ده مدته دقيقه كامله ومرتين في كل شوط، نقطه 8 ونقطه 16. انتهى الوقت المستقطع للكابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني نادي طلائع الجيش، واحمد سعيد ما زال على الارسال الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 11-5. ارسال استقبال من درونكا توماس، اعداد خلفي في مركز 4 مركز 2 عفوا لمحمد جمال، في ايد حائط الصد وخارج الملعب، بتيجي في ايد محمد عادل وتخرج خارج الملعب، و6-11. ممدوح عبد المنعم على الارسال، استقبال من احمد سعيد، عبد الله محمد عبد المنعم يساعدها، لكن برافو محمد معوض مره ثانيه، عبد الله احمد صلاح من المنطقه الخلفيه، ممدوح عبد المنعم هتعدي سهله من احمد جلال، محمد معوض، عبد الله عبد السلام، ويا ولد يا ولد يا ولد، الله الله على الكره الجميله، الفنت حلو قوي واخدها على الشبكه، طلع احمد سعيد من المنطقه الخلفيه شاطها قويه في ايد حائط الصد وتنزل داخل ملعب نادي طلائع الجيش، والنتيجه 12-6 والارسال مع محمد عادل لاعب النادي الاهلي رقم 10. ارسال عادل فلوتر، استقبال توماس يعديها سهله من جنب ايد عبد الحليم وتنزل داخل الملعب، ونقطه اللي ما يلحقهاش احمد سعيد لصالح نادي طلائع الجيش، والنتيجه 7-12 او 6-13. توماس المحترف المجري في صفوف نادي طلائع الجيش قوي، استقبال جيد، اعداد خلفي في مركز 2 احمد سعيد، يا ولد احمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد، يطلع يحط كره قويه جدا من جنب ايد عمر نجيب تنزل داخل الملعب من مركز 4 لمركز 1، ياخد بيها نادي الاهلي نقطه رقم 13. عبد الله ارسال قوي من عبد الله، استقبال عمر نجيب، ولكن محمد عبد المنعم، يا ولد يا ولد يا ولد، الله عليك يا محمد، ما شاء الله راجل لعيب هايل هايل محمد عبد المنعم، ونقطه لصالح النادي الاهلي 14-7، كره مباشره هديه على الشبكه من عمر نجيب، يطلع يشوطها على طول محمد عبد المنعم داخل الملعب، والارسال مع عبد الله، ما زال مع عبد الله 14-7 الشوط الاول، ارسال قوي ونقطه ثالثه رابعه مباشره من ارسال على احمد جلال، والنتيجه 15-7. ارسال عبد الله، ارسال سهل المره دي، درونكا توماس، وكرة حلوة سريعة لرشاد، تاني كرة على الشبكة هتعدي سهلة، يلا عمر نجيب توماس رشاد، ولكن يحطها في المنطقة الخلفية لأحمد جلال اللي داس على الخط، ولا يحق للاعب المنطقة الخلفية انه يدوس على الخط، لان الخط جزء من المنطقة الأمامية، والنقطة رقم 16 لصالح النادي الأهلي 16-7، والتكنيكال تايم اوت الثاني للنادي الأهلي في هذا الشوط. زي ما قلنا بطولات النادي الأهلي، نقول بطولات طلائع الجيش، بطولة افريقيا مرة واحدة سنة 2017 كانت مع كابتن شريف الشمرلي، وكاس مصر مرتين 2014 2015 مع كابتن هاني مصلحي، وكان قبل النهائي مع الاهلي
والنهائي مع نادي الزمالك، وكسب النادي الاهلي في قبل النهائي 3-2، وكسب نادي الزمالك 3-1. والمرة الثانية كانت 2016-2017 مع وائل العايدي، والنهائي كان مع نادي الزمالك وكسب طلائع الجيش 3-1. أما الدوري مرتين، مرة مع 2015-2016 مع كابتن شريف الشمري وكان تاني الكاس بعد الزمالك في هذه السنة، و2016-2017 مع وائل العايدي وكان النهائي مع النادي الأهلي وفاز نادي طلائع الجيش 3-1. 16-7 الشوط الأول، عبد الله عبد السلام على الإرسال خارج الملعب من عبد الله، هارد لك. 8-16 عمر نجيب على الارسال، تايسون استقبال جيد من محمد معوض، عبد الله اعداد خلفي يا ولد، ولكن دايس على الخط ايضا احمد سعيد في الكره اللي فاتت، هنشوفها مرة تانية مع زميلنا مخرجنا ممدوح عبد الرؤوف. ادي الكورة طلع احمد فعلا دايس على الخط فعلا. 9-16 عمر نجيب مازال على الارسال، ارسال قوي، استقبال جيد من احمد سعيد، عبد الله اعداد سريع لعبه يحطها في ايد حائط الصد، رشاد شبل واختطش اوت خارج الملعب، والنتيجة 17-9. محمد عبد المنعم ارسال، محمد عبد المنعم بدوي، استقبال احمد جلال، اعداد تاني لرشاد شبل، يبقى برافو عبد الله، احمد سعيد، توماس لسه في الملعب، احمد جلال، عمر نجيب ولكن حائط صد ولسه الكره راحه جايه وخلاص انتهت، ونقطه لصالح النادي الاهلي، والنقطه رقم 18 و18 9. ارسال عبد المنعم، استقبال جيد احمد جلال، توماس لاحمد جلال مره ثانيه، وبرافو عبد الله، احمد صلاح، احمد سعيد، يا ولد يا ولد يا ولد، في لمس شبكه والكره دخل الملعب كمان، نقطه للنادي الاهلي 19-9. يطلب الكابتن ابراهيم فخر الدين الوقت المستقطع الثاني ليه في هذا الشوط، هنشوف تعليماته هتكون للاعبين ايه وهتنفذ ازاي على ارض الملعب. انتهى الوقت المستقطع الاخير للكابتن ابراهيم فخر الدين في هذا الشوط. محمد عبد المنعم ما زال على الارسال، و19-9 الشوط الاول لصالح النادي الاهلي. ارسال فلوتر سهل، تاني كرة توماس، اعداد خلفي في مركز اثنين، ولكن حائط صد جيد من احمد سعيد على محمد جمال، والنقطة رقم 20. واعتقد ان الشوط الاول هنقول مبروك للنادي الاهلي، محمد عبد المنعم ارسال، استقبال من احمد جلال، توماس، احمد جلال مرة تانية في مركز اربعة، وعبد الله كان سابها ولكن يعني كرة جت في ايده ولعبها كمان مره، والنتيجه 10-20. تغيير للنادي طلائع الجيش، خارج رشاد شبل ونازل اللاعب رقم 8 اسلام محمد. اسلام نازل للارسال، اسلام بيلعب من الجانب الايسر من الملعب، سال قوي سبايك، برافو احمد سعيد مره ثانيه، احمد صلاح يعديها سهله، اسلام، توماس، احمد جمال، احمد جلال، ثاني احمد سعيد، واعداد خلفي لاحمد محمد عبد المنعم، ولكن يعني خارج الملعب، شاط الكوره من تحت
والنقطة رقم 11 لصالح نادي طلائع الجيش 11 20. هذه الكرة مرة ثانية. اسلام اسال خارج الملعب من اسلام 21 11. عبد الحليم ابو لاعب النادي الاهلي رقم 3 لاعب سنتر بلوك لاعب 2 متر و11 سنتي ما شاء الله. تغيير هيخرج وهينزل اللاعب رقم 7 للنادي الاهلي محمود رؤوف عبد القادر طبعا ابن الكابتن رؤوف عبد القادر نجم الكره الطايره السابق ومدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. ارسال فلوتر من ممدوح عمر نجيب توماس احمد جلال يا ولد يا ولد يا احمد يا جلال طلعت مطع وشاط كره قويه من فوق ايد حائط الصد داخل الملعب من مركز 4 لمركز 5 ياخد بيها نقطه رقم 12 و12 طلائع الجيش 21 نادي الاهلي ومحمد جمال لاعب رقم 4 على الارسال لنادي طلائع الجيش. كرة حلوة اعداد خلفي لاحمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد احمد صلاح كورته القديمة بقى الكرة القطرية اللي بيعملها حلوة قوي احمد صلاح من مركز 2 لمركز 4 ما يلحقهاش اي حد ونقطة داخل الملعب ولصالح النادي الاهلي 22 12. النادي الاهلي بعد هذا اللقاء هيسافر في الفجر ان شاء الله على بولندا معسكر لاستعداد لبطولة افريقيا للاندية المقامة في مصر في الفترة او بداية من 1 ابريل هيرجعوا يوم 25 يوم 29 من بولندا. احمد صلاح يا ولد يا احمد يا ولد يا احمد من ساعه ما لعب الارسال وانا بقول له يا ولد لاحمد كره قويه ما يلحقهاش درونكا ونقطه لصالح النادي الاهلي و23 12. احمد ارسال في الشبكه المره دي هارد لك يا احمد 13 23. احمد جلال على الارسال ارسال فلوتر سهل احمد سعيد محمد عبد المنعم احمد صلاح في مركز 2 منطقه خلفيه ويطلعها لكن برافو محمد جمال واحمد جلال يعدي الكوره تاني احمد صلاح حسام يوسف اللي نزل لمحمد عادل كره قويه ولكن في ايد ممدوح عبد المنعم وتنزل داخل ملعب النادي الاهلي ونتيجه 14 23. احمد جلال ما زال على الارسال استقبال جيد من محمد عبد المنعم حسام يوسف احمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد تيجي في كتف محمد جمال وتخرج خارج الملعب ونقطه لصالح النادي الاهلي 24 14 وجيم بوينت لاحمد سعيد وللنادي الاهلي في الشوط الاول نقطه الشوط. احمد سعيد ارسال سبايك من اعلى وخارج الملعب و15 24 وما زلنا نقطه الشوط للنادي الاهلي 15 24. تغيير خارج اسلام محمد ونازل رشاد شبل ممدوح ارسال استقبال محمد معوض حسام محمد عادل يا ولد يخلص الشوط الاول لصالح النادي الاهلي بنتيجه 25 15. شوط اول لصالح النادي الاهلي في انتظار بدايه الشوط الثاني مع حضراتكم وبعض الاعادات هايلايتس على الشاشه. you
هذا الكرسي ده مكسور. هنبدا الشوط الثاني. عبد الله عبد السلام على الارسال. شوط اول لصالح النادي الاهلي 25-15. نفس الترتيب، ما فيش تغيير في الفرقتين. كابتن علي جوهر بيشوف ترتيب دوران الفرقتين عشان يبدا الشوط الثاني. عبد الله ارسال، ارسال من اعلى، استقبال من احمد جلال. توماس محمد جمال، يا ولد يا محمد يا جمال، يطلع يشوط الكره قويه من جنب ايد احمد صلاح، وعبد الحليم ما يلحقهاش محمد عبد المنعم في مركز خمسه، ونقطه اولى لصالح نادي طلائع الجيش. وعمر نجيب على الارسال. تايسون عمر، ارسال في الشبكه من عمر. 1-1. احمد سعيد ارسال. ارسال قوي، سبايك من احمد سعيد. توماس احمد جلال، يا ولد، ولكن حائط صد جيد من محمد، من احمد صلاح. مرة تانية عمر نجيب، أحمد سعيد، عبد الله، أحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد، ما يلحقهاش أحمد عبد العال درونكا، ونقطة لصالح النادي الأهلي. 2-1. ما شاء الله على أحمد صلاح، راجع لمستواه من أول وجديد، وطبعا عودة محمد عبد المنعم مكسب كبير للنادي الأهلي، لاعب من اللاعبين الأقوياء الجيدين. أحمد سعيد على الإرسال. 2-1. ارسال قوي، استقبال من درونكا. محمد جمال، احمد جلال، يا ولد يا ولد، ولكن خارج الملعب، لف ريست ايده زياده بره، خرجت كره منه، ونقطه لصالح النادي الاهلي. 3-1. هذه كره مره ثانيه وخارج الملعب، واحمد سعيد ارسال. استقبال جيد من عمر. توماس، رشاد، محمد معوض، عبد الله، يطلع احمد سعيد من منطقه خلفيه، ولكن يخش توماس وعمر نجيب على بعض. درونكا يطلع يحطها محمد جمال في العصايه او الحد الجانبي لملعب الانتنه اللي على الشبكه، ودي خارج حدود الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي، والنتيجه 4-1. ما زال احمد سعيد على الارسال. تغيير لنادي الجيش، خارج محمد جمال ونازل اسلام محمد. احمد سعيد، كره في الشبكه وتعدي، يعني جود لك لاحمد سعيد وباد لك لتوماس، و5-1. طبعا حد هيسال، واعتقد ان حضراتكم دلوقتي يعني سيد العالمين بالموضوع ده، ان الكوره لو جت في الشبكه ونزلت عدت كانت في الاول بتحسب نقطه خطا على ضارب الارسال، ولكن تعديلات من القانون الدولي بقى لها فتره فمشت الكره للتسهيل وللتشويق في لعبه الكره الطائره. احمد سعيد، ونقطه مباشره من ارسال من احمد سعيد على عمر نجيب، و6-1. في ارتباك في صفوف نادي طلائع الجيش. احمد سعيد، وما شاء الله النادي الاهلي النهارده فايق. احمد سعيد، سال قوي، استقبال جيد من درونكا. توماس، احمد جلال، يا ولد، ولكن برضه للمره الثانيه خارج الملعب من احمد جلال، لف ريست ايده بلف زياده وهو بيشوط، تخرج خارج الملعب، وهيخرج احمد جلال، وهينزل اللاعب رقم 12 لنادي طلائع الجيش، اللاعب احمد حماده.
احمد سعيد. جوه الملعب نقطة مباشرة من ارسال وقيس، و 8-1 لصالح نادي الاهلي. تكنيكال تايم اوت، فرقتين في ارض الملعب. حوار بين اسلام محمد وكابتن وليد الخشن حكم الاول. احمد سعيد على الارسال، ونتيجه 8-1 لصالح النادي الاهلي. الشوط الثاني وشوط اول لصالح النادي الاهلي. درونكا توماس يطلع يشوطها على طول، اسلام داخل في ايد حائط الصد وداخل الملعب، ونقطه لصالح نادي طلائع الجيش. ورشاد شبل على الارسال، ونتيجه 2-8 في الشوط الثاني. رشاد شبل كابتن فريق نادي طلائع الجيش، لاعب رقم 9. استقبال جيد من محمد عبد المنعم، ياخدها مره ثانيه ويطلع يحطها في ايد ممدوح عبد المنعم، تنزل داخل الملعب نادي طلائع الجيش، والنتيجه 9-2. عبد الحليم ارسال، استقبال عمر توماس، اعداد خلفي في مركز 2، احمد جلال مره ثانيه، ده اسلام محمد يطلعها يعديها سهل احمد صلاح مره ثانيه، احمد حماده يسقطها، ولكن عبد الله، برافو عبد الله، هتعدي سهله من احمد صلاح. درونكا توماس، عمر نجيب في ايد حائط الصد، محمد عادل وخارج الملعب، ونقطه لصالح نادي طلائع الجيش 3-9. اسلام محمد على الارسال من نادي طلائع الجيش. افتح التلفزيون. ارسال قوي، تعدي محمد عبد المنعم، عبد الله، احمد سعيد، يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا سعيد، من المنطقه الخلفيه يحط كره قويه من مركز 6 لمركز 5، تيجي في عبد الهادي وتنزل الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي، و10 3. واحمد صلاح على الارسال. احمد ارسال قوي من احمد، استقبال من درونكا توماس، يعديها ممدوح عبد المنعم، محمد معوض، عبد الله يسقطها عبد الله، لكن برافو تاني درونكا، وقويه حلوه، وكرة راحه جايه بين الفرقتين، يا ولد يا ولد يا توماس، يخلص الكره توماس، حلوه قوي، جات له هديه من احمد صلاح او من احمد سعيد، هنشوفها مره ثانيه. ادي الكوره توماس، تيجي من احمد سعيد وتطلع لتوماس، يحطها على طول في اخر ملعب الخالي من اللاعبين. واحمد حماده لاعب النادي الاهلي السابق المعار لنادي طلائع الجيش على الارسال، في الشبكه من احمد حماده. محمد عبد المنعم 11-4 الشوط الثاني. عبد المنعم ارسال فلوتر سهل، احمد حماده، عمر نجيب في ايد محمد عادل، ولسه الكوره رايحه جايه، محمد عادل مره ثانيه، توماس، عمر نجيب في ايد محمد عادل، وتيجي في ايد احمد سعيد، ويعني اتلخبط هو ومحمد معوض هارد لاك، والنتيجه 5-11. كابتن عبد الله بيكلم كابتن دكتور وليد الخشن حكم الاول على كوره معينه، ولكن مش هتفرق كوره. عبد الله ممدوح عبد المنعم
استقبال من احمد سعيد خاطئ ونقطه مباشره من الارسال وسته 11. يلا يا احمد مش مشكله. ممدوح عبد المنعم استقبال جيد من محمد عبد الله، محمد عادل، احمد حماده، ممدوح مره ثانيه، عمر نجيب من مركز اثنين من المنطقه الخلفيه تيجي في ايد محمد عادل وتنزل وتنزل قدامه ونقطه لصالح النادي طلائع الجيش 7-11. ممدوح عبد المنعم، محمد معوض، عبد الله، اهداف مركز اربعه قويه حلوه من احمد سعيد من الخط بالستريت ولكن خارج الملعب ونقطه لصالح نادي طلائع الجيش و8-11. كابتن محمد مصلحي يطلب الوقت المستقطع الاول ليه في هذا الشوط، عايز يكسب الراجل ويريح نفسه شوطين. هنشوف ونتابع تعليماتهم هتنفذ ازاي داخل الملعب. ادي توماس المحترف المجري في صفوف نادي طلائع الجيش صانع العاب بخلاف المحترف الروسي سيرجي بيرتسيف اللاعب رقم 8 المحترف في صفوف النادي الاهلي اللي كان عنده اصابه ولسه اول مره يرجع، لاعب مركز اربعه. ممدوح عبد المنعم ما زال على الارسال، استقبال من محمد معوض، عبد الله، اعداد خلفي لاحمد صلاح في مركز اثنين، يطلع احمد صلاح على طول جوه الملعب ستريت لاين على الخط مباشره ياخد بيها نقطه رقم 12 وياخد محمد عادل الارسال 2 متر و11 سنتي محمد عادل ايضا 24 سنه. استقبال احمد حماده، توماس، لكن يطلع شوط عمر نجيب خارج الملعب ونقطة لصالح النادي الأهلي والنتيجة 13-8. محمد عادل استقبال من عمر مش مظبوط ويطلع يشوطها اسلام محمد في ايد حائط الصد احمد سعيد، لكن تاني كرة احمد صلاح، يا ولد يا ولد، لكن لسه في الملعب احمد حمادة، عمر، تاني محمد عبد المنعم، ومره ثالثه محمد احمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد، ما شاء الله عليك يا احمد يا صلاح، ما شاء الله عليك يا ابني. المتفوق النهارده هو واحمد سعيد ومحمد عبد المنعم والنتيجه 14-8 لصالح النادي الاهلي ومحمد عادل ما زال على الارسال. عادل استقبال من عمر، توماس، اسلام، ولكن برافو احمد سعيد، ولكن يحطها عبد الحليم عبو، عايز يحطها قطرية من مركز ثلاثة لمركز أربعة ولكن يعني تخدع الكرة وتيجي في ملعبه والنتيجة 9-14. إرسال ينتقل لنادي طلائع الجيش، هنشوف مين على الإرسال. توماس توماس كذاب، استقبال عبد المنعم وقوية حلوة من عبو المرة دي تيجي في كتف أحمد حمادة وتخرج خارج الملعب والنتيجة 15-9. عبد الله على الإرسال، سال قوي، استقبال جيد من درونكا، توماس، اسلام محمد يسقطها وبرافو عبد الله مره ثانيه، عصام معوض، وقويه من احمد سعيد ولكن حائط صد جيد من رشاد شبل وبيتخانق عبد الله وبيتخانق محمد عبد المنعم مين اللي يلعب الكوره والكابتن مصلحي بيقول لهم خلاص كوره راحت، هي كوره عبد الله فعلا لكن الحماسه في الملعب هي اللي تخليهم يعني كل واحد عايز يلعب الكوره. عمر نجيب ارسال 10-15،
ارسال قوي من عمر، استقبال من محمد عبد المنعم، عبد الله، احمد سعيد سقطها مره ثانيه، عبد الهادي ويطلع يحطها رشاد شبل، تلمس محمد عبد المنعم وهي خارجه، ونقطه لصالح النادي طرائق الجيش، والنتيجه 11-15. عمر ولكن خارج الملعب، و16 11 والتكنيكال تايم اوت الثاني في هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. وانتهى التكنيكال تايم اوت الثاني والوقت المستقطع الفني الثاني في الشوط الثاني، والنتيجه لصالح النادي الاهلي 16-11. واحمد سعيد على الارسال، ارسال احمد، استقبال من احمد حماده، توماس، اعداد لاحمد حماده مره ثانيه، ويطلع يشوطها في الشبكه، ونتيجه 17-11. يعني حتى الان النادي الاهلي ما شاء الله متفوق، ونادي طرائق الجيش يعني بيخش على استحياء شويه. واحمد سعيد ما زال على الارسال، ارسال قوي ولكن في الشبكة من احمد سعيد، هارد لك، 12-17. رشاد شبل على الارسال، كابتن فريق نادي طرائق الجيش، استقبال من احمد سعيد، محمد معوض، محمد عبد المنعم في اتحاد الصد، عمر نجيب، توماس، ولكن الكرة تعدي وتنزل داخل الملعب قدام محمد عصام معوض، هارد لك، والنتيجه 13-17. تغيير لصالح نادي طرائق الجيش، خارج احمد سعيد ونازل احمد عبد العال، عفوا تغيير صالح النادي الاهلي، احمد سعيد خرج ونزل احمد عبد العال، رشاد شبل، محمد عبد المنعم، وكره لاحمد صلاح في مركز يا ولد ولكن جوه الملعب، شوفها مرة ثانية، بيعترض رشاد شيب، ادي الكورة احمد صلاح، انا شايفها جوه الملعب بس مش عارف هو الحكم شايفها صح جوه الملعب، ورشاد بيعترض يعني. المهم معانا عبد الحليم، ارسال عمر نجيب، توماس، اعداد خلفي قوية من اسلام محمد، عبد الله مرة ثانية، توماس، ويعلقها حلوة لممدوح عبد المنعم، ويطلع يسقطها محمد عادل جوه الملعب، ولكن كابتن ابراهيم فخر الدين بيقول ان الكوره في ملعب نادي طرائق الجيش. بيعترض على كره عبد الله اللي فاتت، ان عبد الله في المنطقه الخلفيه. المهم احمد حماده، توماس لاحمد حماده مره ثانيه، لسه في الملعب، وسقطها محمد عبد المنعم، وادي ممدوح عبد المنعم بيقول لاحمد حماده يعني كوره العبها بلاش تلعب على طول. وقت مستقطع طلبه كابتن ابراهيم فخر الدين،
المدير الفني لنادي طلائع الجيش، ونتيجه 20 نادي الاهلي 13 نادي طلائع الجيش في الشوط الثاني. عبد الحليم ارسال، استقبال عمر توماس، احمد حماده في حائط الصد، احمد صلاح مره ثانيه، محمد عادل، احمد صلاح ولكن مزنوقه شويه، ويعديها احمد صلاح، عمر نجيب مره ثانيه، توماس، احمد حماده في حائط الصد وخارج الملعب، ونقطة لصالح نادي، هنشوفها مرة ثانية، في اعتراض انها على الخط من منتصف الملعب، ادي كورة، مش باينة من هنا بس يعني شكلها ان هي جوه، بس الحكام مش هيقولوا حاجة غلط يعني. ادي الكابتن وليد الخشن بيتكلم، استدعى كابتن علي جوهر، هنشوف قرار كابتن وليد الخشن بعد المناقشه مع الحكم الثاني. ونقطة لنادي الأهلي في الأخير. تغيير النادي طلائع الجيش، خارج ممدوح عبد المنعم ونازل محمد عفيفي. وتغيير النادي الأهلي، خارج عبد الحليم عبو ونازل ممدوح رؤوف عبد القادر. هينزل على الارسال ممدوح رؤوف، ممدوح ارسال، استقبال احمد حماده مره ثانيه، احمد حماده، محمد عبد المنعم، احمد صلاح يعديها سهله، درونكا، توماس، اعداد خلفي في مركز اثنين لحم الاسلام جمال، اسلام محمد، بشوطه قويه في ايد محمد عادل وتخرج خارج الملعب، والنتيجه 14-21. اسلام محمد على الارسال، خارج الملعب من اسلام، ونقطة لصالح النادي الاهلي 22-14. احمد صلاح، احمد ارسال سبايك قوي، استقبال جيد من عمر تايسون، اسلام جمال، اسلام محمد يطلع شوطه من منطقه خلفيه، ولكن في كره مزدوجه على محمد عادل اعتقد، او محمد عبد المنعم، هنشوفها مره ثانيه، احمد حماده ارسال، لاعب النادي الاهلي المعار لنادي طلائع الجيش في الشبكه، 23-15. وقت مستقطع للكابتن ابراهيم فخر الدين، الوقت المستقطع الثاني والاخير لي في هذا الشوط.
محمد عبد المنعم مع الارسال، وادي الكابتن علي جوهر بيقول له خلاص اتنين وقت مستقطع مالكش تاني في الشوط ده. ارسال استقبال احمد حماده، توماس اسلام محمد، ولكن في العصايه في الانتنه خارج الملعب، ونقطه 24 وجيم بوينت نقطه الشوط لصالح النادي الاهلي. محمد عبد المنعم استقبال درونكا، توماس اعداد خلفي في مركز اثنين اسلام محمد وخارج الملعب، ونفس نتيجة الشوط الأول. ينتهي الشوط الثاني 24-15 شوط أول و 24-15 الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي، وفي انتظار بداية الشوط الثالث. أيوة رجالة، يلا رجالة. ماشي يا حبيبي صوتك. لا تسلم. مين دي؟ مين دي يا خالد؟ والله؟ أنت عارف محمد عفيفي طبعا. بقول لك أنت عارف محمد عفيفي؟ ها؟ بيعلق في كرة القدم ويد وطايرة وتنس. حد محترم، حد ما شاء الله عليه. حد محترم. هو اصلا في الاوضه، في الاوضه كان بيعلق في الاولمبياد وبيعلق العاب قوه كمان، خمس لعبات. مبروك يا عم الكاس. لا خلاص الفرقه واقعه. اه والله على فكره تمرينا ما كانش في المنتخب، ما كانش حلو المنتخب، ما كانش حلو. مش صح. امال ليه ماشي العيد؟ ليه ماشي العيد؟ هو راح فين؟ هنبدا الشوط الثالث. وقبل ما نبدا نقول تشكيل الجهاز الفني لكلا الفريقين. النادي الاهلي كابتن ابراهيم محمد مصلحي وتامر مجدي ومحمود جمعه، وطبعا المدير الاداري الكابتن خالد ابو زينه. اما كابتن امام نادي طلائع الجيش كابتن ابراهيم فخر الدين، تعليم واسلام عوض ومحمود امير وكابتن هاني فكري رئيس المدير الاداري ورئيس جهاز الكره الطايره، طبعا العميد محمد صادق. ارسال مع نادي الجيش عمر نجيب. عمر ارسال لنادي الجيش. ارسال قوي من عمر، استقبال محمد عبد المنعم، عبد الله، احمد سعيد، يا ولد يا ولد، ولكن في لمس شبكه على اللاعب رقم 18 محمد عفيفي.
عبد الله ارسال 1-0 للنادي الاهلي الشوط الثالث. ارسال قوي من عبد الله، استقبال من درونكا ويطلع عبد الحليم يسقط الكوره، جات له هديه من جنب ايد توماس واتنين لاشيء. عبد الله ارسال قوي، استقبال من احمد جلال مش منضبط، ونقطه مباشره من ارسال لعبد الله عبد السلام، 3-0. هذه كرة ما لحقهاش درونكا. عبد الله ارسال مره ثانيه، استقبال كان خاطئ من احمد جلال الكره اللي فاتت لنادي الجيش. ثاني احمد جلال وقويه ولكن خارج الملعب من احمد جلال، بيقولوا جت لمست حد لكن ما لمستش حد صد، ونتيجه 4-0. عبد الله ارسال، يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا ولد، نقطة مباشرة وإيس من الإرسال لعبد الله عبد السلام، ونتيجة 5-0. زي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله النهارده الأهلي فايق، والجيش النهارده طلائع الجيش مش في الفورمة. عبد الله ارسال قوي، درونكا، توماس، اعداد، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا صلاح، حائط صد فردي جيد جدا، وطبعا يعني كابتن محمد مصالحي بيشجعه وبيحضنه، ونتيجه 6-0. وقت تغيير لنادي طلائع الجيش، خارج احمد جلال ونازل محمد جمال. عبد الله عبد السلام سال قوي، عمر نجيب، توماس، وكره سريعه ولكن محمد عبد المنعم ومحمد معوض لاحمد صلاح هيعديها سهله. تاني كوره مع اسلام جمال، اسلام محمد، وقويه وحائط صد جيد من احمد صلاح وعبد الحليم. توماس مره ثانيه ويطلع يحطها اسلام محمد، تيجي في ايد حائط الصد وما يلحقهاش محمد معوض، والنتيجه 1-6. الشوط الثالث محمد عفيفي ارسال، واستقبال من عبد المنعم ولكن برافو عبد الله لحقها. ثاني كوره عمر نجيب، توماس، وكره سريعه رشاد شبل، ولكن تعدي ما ربطوش مع بعض، والنتيجه 7-1. نقدر نقول دلوقتي يعني المباراة وان سايد جيم. أحمد سعيد إرسال، أحمد إرسال قوي، ونقطة مباشرة ثانية أو 10 من الإرسال، والنتيجة 8-1، وتكنيكال تايم أوت الأول في هذا الشوط لصالح النادي الأهلي. أحمد سعيد إرسال، إرسال قوي تعدي رشاد شبل، توماس لرشاد شبل مرة ثانية،
ويسقطها تيجي في ايد عبد الحليم وتنزل وراها ما يلحقهاش لاحمد صلاح ولا عبد الله عبد السلام، والنتيجه 2-8 في الشوط الثالث. اسلام محمد على الارسال لنادي طلائع الجيش. ارسال قوي، استقبال من محمد معوض، عبد المنعم، احمد سعيد، درونكا، توماس، وما ربطوش مع بعض. تاني كوره ويطلع عبد الحليم ويشوطها في ايد رشاد شبل وخارج الملعب، و9-2. عبد الحليم خد النقطه والارسال. 9-2 الشوط الثالث، 2 لا شيء في الاشواط لصالح النادي الاهلي. استقبال محمد جمال ويسقطها توماس على طول، يا ولد يا ولد، خداع الشبكه جيد، والنتيجه 3-9. يلا سعيد يلا سعيد، عادي عادي عادي. محمد جمال ارسال كرة وتعدي، عبد الله برافو، تاني محمد معوض، محمد عبد المنعم في اتحاد الصد، الثلاثي من توماس ورشاد شبل وعمر نجيب، وتنزل ما لحقهاش محمد جمال، ونقطة لصالح النادي الأهلي 10-3. أحمد صلاح إرسال. أحمد. ارسال قوي من احمد واستقبال جيد، هتعدي كوره سهله من اسلام محمد، محمد معوض ويطلع عادل، يا ولد يا ولد يا عادل يا ولد يا عبد الله، يحط كوره قويه من مركز ثلاثه من منتصف الشبكه داخل الملعب في مركز اربعه، يستدعي كابتن ابراهيم فخر الدين انه ياخد الوقت المستقطع الثاني ليه، والنتيجه 11-3 في الشوط الاول. صلاح الارسال. 11-3 الشوط الثالث لصالح النادي الاهلي، واثنين لا شيء في الاشواط ايضا لصالح النادي الاهلي بنتيجه واحده 25-15. احمد صلاح. سال قوي، استقبال من درونكا، توماس مركز اربعه، عمر نجيب، ما طلعش عادل، جت في ايده وهو تحت وجت في الشبكه وما لحقهاش، والنتيجه 4-11. رشاد شبل على الارسال، كابتن فريق نادي طلائع الجيش. ارسال من رشاد خارج الملعب، 12-4. محمد عبد المنعم على الارسال. سال فلوتر سهل ورا الشبكه، تاني كوره ولكن في حائط الصد من محمد عفيفي، محمد عادل وعبد الله عبد السلام، وتخرج خارج الملعب. 5-12. توماس على الارسال، توماس كذاب معد فريق نادي طلائع الجيش، محترف المجري. استقبال محمد عبد المنعم، عبد الله، احمد سعيد، يا ولد يا احمد يا سعيد، يطلع يشوط كره قويه من اعلى نقطه في ايد اسلام محمد وخارج الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي 13-5. محمد عادل ارسال، استقبال جيد، اعداد من توماس ويعديها سهله، محمد عفيفي مره ثانيه، عبد الله، احمد سعيد في حائط الصد، ويحاول عليها محمد جمال لكن
ما يلحقهاش ونقطه لصالح نادي الاهلي. 14-5 استقبال جيد من محمد جمال توماس عمر نجيب ولكن خارج الملعب من عمر. في يعني عايزين ضبط زوايا شويه لعيبه رائع الجيش في الضرب من على الشبكه بيلف رؤوس ايديهم زياده شويه على الخارج ونتيجه 15-5. محمد عادل استقبال محمد جمال توماس قويه من محمد عفيفي مره ثانيه توماس لاسلام محمد ولكن حائط صد جيد من عبد الله و عبد الحليم عبو وتيجي في ايد حائط صد وتنزل داخل ملعب نادي طلائع الجيش والنقطه رقم 16-5 والنتيجه لصالح النادي الاهلي والتكنيكال تايم اوت الثاني في هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. انتهى التكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني الثاني في الشوط الثالث والنتيجه 16-5 لصالح النادي الاهلي. محمد عادل على الارسال ارسال استقبال جيد اعداد من توماس ويطلع يا ولد يا ولد حلو قوي من اللاعب عمر نجيب يطلع شوطها قويه من المركز الخلفي من مركز بين مركز 6 ومركز 4 يحط الكره قويه ما لحقهاش محمد عبد المنعم والنتيجه 6-16. عمر نجيب ارسال ارسال في الشبكه من عمر و17-6 عبد الله ارسال ونقطه مباشره من الارسال لعبد الله عبد السلام والنتيجه تتسع الفارق ل 12 نقطه 18-6. يلا عبد الله الجمهور بيقول يلا عبد الله. ايوه ارسال قوي من عبد الله استقبال من عمر توماس اعداد في مركز 4 محمد جمال في حائط الصد مرة ثانية توماس للمرة الثانية محمد جمال ولكن حائط صد جيد من أحمد صلاح وتيجي في إيديهم المرة دي ولكن لسه في الملعب هتعدي سهلة عبد الله وخارج الملعب من عبد الله عبد السلام كان عايز ياخد الكرة في آخر الملعب وياخد بيها النقطة رقم 19 ولكن نقطة لصالح نادي طلائع الجيش 7-18. محمد عفيفي ارسال استقبال احمد عبد المنعم عبد الله احمد صلاح يعديها سهله تاني كوره رشاد شيب عمر شوطه قويه تيجي في ايد محمد معوض وتخرج خارج الملعب ونقطه رقم 8-18. ارسال طلائع الجيش استقبال محمد معوض عبد الله اعداد خلفي احمد سعيد يا ولد يا ولد يا احمد يا سعيد لو شفنا التكنيشن بتاعه وهو بيشوط الكوره يعني قوه وارتفاع ورقي شوفها شوف الكوره عامله ازاي بص احمد سعيد طالع ووسطه بيميل على قدام ياخد فيها قوه ونقطه لصالح نادي الاهلي و19-8 وياخد احمد سعيد النقطه والارسال. ارسال احمد سعيد استقبال عمر في مشكله في الاستقبال عند طلائع الجيش تاني كوره احمد سعيد عبد الله برافو عبد الله لسه في الملعب طلائع الجيش قويه في حائط الصد وتنزل داخل الملعب من احمد صلاح وعبد الحليم ونقطه رقم 20 لصالح النادي الاهلي 20-8 وقت مستقطع
كابتن ابراهيم فخر الدين. اللي هو حضرتك في التسعين على الشمال. لا ده 20 ده ولا اسمه ايه؟ ده في اخر التسعين. احمد سعيد ارسال 20/8 الشوط الثالث لصالح النادي الاهلي وشوطين لصالح النادي الاهلي. احمد سعيد خارج الملعب هارد لك يا احمد 29. اسلام محمد على الارسال. ارسال قوي استقبال جيد من محمد عبد المنعم. عبد الله لمحمد عبد المنعم مره ثانيه ويا ولد يا محمد وبرافو عبد الهادي. توماس اسلام يعديها برافو احمد سعيد. عبد الله محمد عبد المنعم في اتحاد الصد ثاني كره مع نادي رائع الجيش وجوه الملعب 10/20. اسلام محمد على الارسال. ارسال قوي استقبال محمد معوض عبد الله عبد السلام عبد الحليم عمر نجيب من الناحيه الثانيه عبد الهادي اسلام محمد يعدي كره سهله احمد سعيد عبد الله عبد السلام محمد عبد المنعم يخلص الكره من فوق ايد توماس داخل الملعب من مركز 4 لمركز 1 ياخد بيها نقطه رقم 21. ممدوح رؤوف عبد القادر نازل على الارسال مكان عبد الحليم عبو او عبد الحليم عبو. ممدوح خارج الملعب 11/21. محمد جمال على الارسال. ارسال قوي خارج الملعب نقطه رقم 22/11 دبل سكور. احمد صلاح ارسال. الشبكة من أحمد 12/22. نقدر نقول مبروك للنادي الأهلي 3 نقاط تفصله عن الفوز باللقب رقم 18 لكأس مصر. رشاد شبل محمد عبد المنعم عبد الله أحمد صلاح في اتحاد الصد برافو إسلام محمد مرة ثانية أحمد سعيد عبد الله ويحطها لأحمد سعيد يا ولد في المنطقة الخلفية يخلص بيها الكورة و23 12. محمد عبد المنعم ارسال. نقطتين تفصل النادي الاهلي عن اللقب رقم 18. استقبال محمد جمال توماس يعدي كره سهله محمد معوض عبد الله ويا ولد يا محمد يا عادل يطلع يحط الكرة جوه الملعب من مركز 3 لمركز 6 ياخد بيها نقطة رقم 24. ماتش بوينت نقطة المباراة لصالح النادي الأهلي. محمد عبد المنعم على الإرسال نقطة المباراة.
في الشبكة من عبد المنعم هارد لك 13-24. توماس على الإرسال، توماس كذب. سال قوي، استقبال احمد سعيد، عبد الله لاحمد سعيد مره ثانيه ويشوط الكره ولكن تيجي في حائط الصد وتنزل تترد فيه 14-24. ما زلنا ماتش بوينت، نقطه المباراه صالح النادي الاهلي. توماس كذاب ارسال، اللاعب المجري المحترف في صفوف نادي طلائع الجيش. توماس، استقبال احمد سعيد، محمد عبد المنعم، احمد سعيد مره ثانيه سهله في حائط الصد، محمد جمال، توماس يعلق كره حلوه 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 لمحمد عفيف يحط الكره و14 و15 24. توماس، وقت مستقطع للكابتن محمد مصالحي. ماتش بوينت، نقطة المباراة صالح النادي الأهلي. توماس على الإرسال، معد فريق نادي طلائع الجيش والمحترف المجري في صفوف نادي طلائع الجيش. سال قوي جوه الملعب، جوه الملعب، كرة جوه 16-24. توماس ارسال وفي الشبكه، وبرافو احمد سعيد، يطلع احمد صلاح يخلص، يخلص لسه في الملعب. توماس مره ثانيه، عمر، احمد صلاح، ويطلع يشوطها في حائط الصد، محمد معوض مره ثانيه، عبد الله، احمد سعيد يخلص بيها المباراه. وزي ما قلنا 3 الأشياء لصالح النادي الاهلي. مبروك النادي الاهلي الفوز باللقب رقم 18 في كاس مصر. هارد لك نادي طلائع الجيش، والنتيجة 3-0. شوطين 25-15 25-15 والشوط الثالث 25-16 لصالح النادي الاهلي. مبروك للكابتن محمد مصالحي، مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي وجماهيره. وفي انتظار حفل توزيع الجوائز او مراسم توزيع الجوائز على الفرق الفائزه، زي ما قلت لحضراتكم دي البطوله رقم 18 في جعبه النادي الاهلي. هذه النقطة الأخيرة، نقطة الفوز بالكاس رقم 18 واللقب رقم 18 لصالح النادي الأهلي. وفي انتظار مراسم توزيع الجوائز على الثلاث فرق الأولى الفائزة، نادي الأهلي مركز أول، نادي طلائع الجيش مركز ثاني، نادي سبورتنج في المركز الثالث بعد فوزه على الشمس النهاردة بثلاث أشواط مقابل شوط. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم هيطير الفجر النهارده الى بولندا في معسكر من الاستعداد للبطوله الافريقيه للانديه التي ستبدا في القاهره في النادي الاهلي يوم 1 ابريل. معسكر
من باكر حتى يوم 29 من الشهر الجاري. زي ما قلنا لحضراتكم مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني واللاعبين والجماهير. مباراه كانت يعني ما كانتش متوقعه بالطريقه دي، كنا محتاجين نتفرج على منافسه اقوى شويه، ولكن نادي طلائع الجيش اليوم كان اوت اوف اوردر، ونادي الاهلي كان يعني ما شاء الله كان فايق النهارده. لعيبه الاطراف كانوا فايقين جدا، محمد صلاح، احمد صلاح واحمد سعيد، وطبعا محمد عبد المنعم. مراسم تجهيز او تجهيز مراسم توزيع الجوائز. شايفين في الملعب فرحة اللاعبين، وادي قدامنا يوسف حمدي الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي للسيدات. زي ما قلت لحضراتكم ان بطولات النادي الاهلي هذا او في مشواره في جعبته 13 بطوله او 13 لقب في ابطال افريقيا الانديه من سنه 80 حتى سنه 2018، وايضا دوري 29 لقب من 68 حتى 2018، وكاس مصر بالفوز اليوم اصبح 18 لقب من 87 حتى 2014، ثم اللقب السنه دي 2018 2019، ابطال الكاس الافريقي نادي الاهلي 6 مرات من 90 لحد 2000، والبطوله العربيه 6 القاب من 87 حتى 2010. قلت لك مبروك. ادي عبد اللطيف عثمان قدام حضراتكم كابتن فريق النادي الاهلي طبعا رقم واحد. ترجمة
ما زلنا في انتظار مراسم توزيع جوائز كأس مصر موسم 2018-2019.
جيت اصلا متاخر الماتش الاولاني نص ساعه. مراسم تسليم جوائز موسم 2018-2019 كاس مصر للرجال. مركز الثالث نادي سبورتنج بعد فوزه على الشمس اليوم 3-1. ميداليات فضية. كابتن رفعت عبد القادر هيقوم بتسليم مراسم أو تسليم ميداليات المركز الثالث، ميداليات الفضية كابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف يقوم بتسليم الميداليات. مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي كابتن رفعت عبد القادر، نجمنا الكبير نجم الجيل الذهبي للكره الطايره في النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا، ووالد محمود او ممدوح رؤوف عبد القادر لاعب النادي الاهلي اللاعب رقم 7. المركز الثالث ما زال كابتن رؤوف عبد القادر يسلم ميداليات الفضيه للفريق نادي سبورتنج.
عايز يروح. تسليم مراكز او ميداليات المركز الثاني لنادي طلائع الجيش العميد محمد كامل المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش مع الاستاذ عمرو مخلوف عضو مجلس اداره النادي الاتحاد او عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطايره. في انتظار تتويج النادي الاهلي ببطولة كاس مصر هذا العام 2018-2019 زي ما قلت لحضراتكم في اثناء اللقاء ان النادي الاهلي مسافر فجر اليوم الى بولندا في معسكر استعدادا لبطوله الانديه الافريقيه المقامه في القاهره اعتبارا من 1 ابريل. المعسكر سيستمر حتى يوم 29 من مارس الجاري. وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في البطوله القادمه. المركز الأول النادي الأهلي تسليم الميداليات الذهبية بعد الميداليات البرونزية لنادي سبورتينج ونادي جيش ميداليات فضية. يقوم بتسليم الميداليات كابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي لنادي او للاتحاد المصري للكره الطائره، والسيد او الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه السابق ونائب رئيس النادي الاهلي. بتسليم الميداليات الذهبيه للنادي الاهلي الفائز بلقب كاس مصر لعام 2018-2019 للرجال. السيد الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه السابق ونائب رئيس نادي الاهلي، والاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا الكابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكره الطائره يقومون بتسليم الميداليات الذهبيه لفريق النادي الاهلي.
انتظار تسليم كاس البطوله الى فريق النادي الاهلي. كابتن احمد عبد الدايم بيقوم مع سيد وزير الرياضه السابق وعضو ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بتسليم كاس البطوله لعبد الله عبد السلام كابتن فريق النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي طلائع الجيش، حظ اوفر في المره القادمه، وهذا كل ما لدينا في هذا اللقاء، والى لقاءات اخرى قادمه. تحياتي محلقكم الرياضي حمد السيد، والى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.